حنجرب هلا اللي هي قوزة مع قهوة. شايفينها؟ صراحة لذيذة جدا. اسمها أفوكادو. للأسف البوزة اللي بنأكلها برا إيطاليا مش بوزة يا جماعة. بس تيجوا إيطاليا بتعرفوا شو معنى البوزة الحقيقية. يعني لا أخفيكم طعم يختلف، خاصة البوزة الأصلية. في كتير جيلاتو مقلدة في إيطاليا، ومعظمها مقلدة بتعرفها من الأشكال والألوان والهيك ملونينها، لكن الحقيقية لازم تكون بعلبة حديد مش بلاستيك، ولازم تكون مغطاة. تسلم يا إيطاليا على البوزة.